الأمير محمد بن سلمان، وقال أن الخبرات المصرية والمهنيين من المصريين والعمالة المصرية أسهمت كثيرا في نهضة المملكة العربية السعودية وتساعد المملكة في الوصول إلى هذه الرؤية المختلفة، بالإضافة إلى مجلس الأعمال المصري السعودي ومذكرات التفاهم والاتفاقات التي فاقت 150 اتفاقية في مجالات عدة مشترك. تأتي هذه الزيارة أيضا تعزيزا لمسيرة العلاقات فيما بين البلدين، وهي علاقات متميزة بالطبع، واستمرارا لوتيرة التنسيق والتشاور الدوري المكثف فيما بين مصر والسعودية حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بالأساس بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مجمل التحديات التي تواجهها المنطقة والتي تتعرض لها في الوقت الراهن. هذه الزيارة أيضا تأتي كقوة دفع إضافية وتعزيز بشكل أكبر وأوسع لآفاق التعاون فيما بين البلدين والتنسيق والتشاور المستمرين فيما بين مصر والمملكة العربية السعودية. هذه الأمور يعني نتيجة للروابط المتميزة التي جمعت بين مصر والسعودية، وعلى المستوى الشعبي والرسمي هناك تنسيق أيضا مستمر ومكثف وتبادل لوجهات النظر بين مصر والمملكة العربية السعودية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والوقوف أمام التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية على النحو الذي يحاول النيل أو يستهدف زعزعة الاستقرار في دولنا العربية والتصدي له بكل قوة في هذا الإطار. نعم، إذن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل سمو الأمير محمد بن سلمان في هذه الزيارة الهامة التي يأتي بها سمو الأمير إلى بلده الثاني مصر. هذه الزيارة التي تدشن الكثير والكثير من العلاقات المستقبلية ما بين البلدين على المستوى الاستراتيجي في كافة المجالات، وتأتي امتداداً لعلاقات وجذور تاريخية ممتدة ما بين الدولتين الإقليميتين الأهم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط من حيث استقرار العالم العربي والإسلامي. هذه الزيارة نعم محمد تأتي في إطار علاقات وثيقة وفي ظل شراكة تمتد لسنوات طويلة وتحديات يجب التغلب عليها في منطقة الشرق الأوسط. إذن هذه الزيارة وعلى صعيد العلاقات الثنائية من المنتظر أن تتطرق إلى التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات بين البلدين، سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، إضافة إلى تدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوفر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلا عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل فيما بين البلدين.